أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. إخوة الكرام، أواصل الحديث في هذه الكلمات الخاصة في شهر أو بشهر رمضان المبارك، وأتحدث اليوم حول سنة من سنن شهر رمضان المبارك، وهي ما يعرف بصلاة التراويح. صلاة التراويح هذه هي من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تعتبر من السنن المؤكدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام خرج ليلتين أو ثلاث ليال وصلى بأصحابه صلاة التراويح، لكنه لم يخرج لهم بعد ذلك، فسألوه فقال صلى الله عليه وسلم بأنه امتنع عنها خشية أن تفرض عليهم، أي خشية أن يصير الأمر فرضا أو أن يعتقد الناس أنها فريضة، فلذلك صار الناس يصلونها فرادى، ويصلونها أيضا جماعات داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن أجر كبير لمن يؤدي هذه الصلاة ويحرص عليها. يكفي فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان، أي من اشتغل في ليالي رمضان بالقيام، بقيام الليل، بأداء الصلاة، صلاة التراويح، إيمانا واحتسابا، أي أنه يقوم بذلك ابتغاء الأجر من الله عز وجل، لأنه يؤمن بما جاء عن الله ويؤمن بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، واحتسابا، أي أنه لا يبتغي الأجر إلا من الله عز وجل، فإن الله تعالى قد وعد بأن يغفر له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال غفر له، أي عبر بتعبير الماضي المبني للمجهول كما يقال، أو لما لم يسمى فاعله، أي كأن الأمر قد حصل، أي لأنه محقق الوقوع فكأنما قد غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيه أحاديث كثيرة جدا. عندما نتحدث عن ليلة القدر المباركة وهي خير من ألف شهر، وأن من قامها له من الأجر الشيء الكثير، فمن حرص على قيام كل ليلة من ليالي رمضان بالتأكيد يكون قد وقع في ليلة القدر. إذا كنا نتحدث عن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وفي الأوتار، أي في الليلة الوترية من ليالي العشر الأواخر من رمضان، فإذا أراد المسلم أن يخرج من الخلاف وأراد أن يكون متأكداً 100% أنه قام ليلة القدر، فعليه أن يقوم كل ليالي رمضان، فإذا قام كل الليالي فبالتأكيد يكون قد قام ليلة القدر. أيضاً من القرآن الكريم قبل السنة، القرآن يتحدث عن قيام الليل. الله تعالى يقول في سورة الإسراء وقرآن الفجر: إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قرآن الفجر، أي القرآن الذي يتلى مع الفجر، هذا القرآن يكون له فيه وقع خاص، يكون له وقع خاص على النفوس، لأن النفوس تكون مهيئة للاستماع وتكون مهيئة للاستفادة، فلذلك كان قرآن الفجر بهذه المثابة: إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي تهجد بهذا القرآن من الليل. تهجد، التهجد هو القيام ولكن بعد النوم. القيام في أول الليل يسمى قياما، نقول قام من الليل، أي صلى في أول الليل أو في آخره، لكن لا يقال تهجد إلا إذا نام ثم استيقظ قبل الفجر، فهذا هو الذي يسمى التهجد. ومن الليل فتهجد به، أي تهجد بالقرآن، أي قم بالقرآن وصلي بالقرآن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا،
الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة، ولكنه لأمته أيضا بالتبع. والقرآن الكريم أيضا يتحدث لك عن صلاة التراويح وعن قيام الليل في سورة تسمى سورة المزمل، ويتحدث عنها مرتين، فيقول الله تعالى: يا أيها المزمل. المزمل أي الذي المتغطي، الذي تدثر وتغطى بثياب أو بأفرشة أو بشيء، يقول له: قم الليل، قم الليل. الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول له: قم الليل إلا قليلا، أي لا يليق بك أن تقضي ليلك نائما، وخصوصا أيها الإخوة في الليالي الفاضلات، خصوصا في مثل هذه الليالي وفي مثل هذه الأيام. والله يأسف الإنسان على أوقات تضاع في غير فائدة، أوقات للأسف تضيع للمسلمين في هذه الأيام الفاضلة من ليالي رمضان في غير ما فائدة، لا يقضي حتى في النوم، لو حتى نام لكان ربما لو نام بنية أن يستيقظ للفجر أو للتهجد قبل الفجر لكان له بذلك أجر. لكن المشكل أن كثيرا من الناس يقضون ليالي رمضان في غير ما فائدة، في متابعة أفلام أو مباريات أو شيء مما ليس تحته طائر ولا فائدة. لذلك الله تعالى ينبه نبيه صلى الله عليه وسلم وينبه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له: قم الليل، استغل هذه الفرصة، هذه فرصة أتيحت لك، يمكن أن تعاد ويمكن أن لا تعاد، يمكن، نعم يمكن أن تعاد. ما يدرينا في العام المقبل، في العام المقبل نحن اليوم نستطيع أن نقوم من الليل، أن نجتهد في صلاة 20 ركعة كما سيأتي بعد قليل بحول الله، نستطيع أن نفعل. لكن هل نحن على يقين أننا سنستطيع في العام المقبل؟ لسنا على يقين أبدا. كثير من الناس كانوا في السنة الماضية في صحة وعافية وكانوا يستطيعون أن يقوموا أكثر من 20 ركعة، ولكنهم اليوم لا يستطيعون، يرغبون ويودون لو أنهم يصلون هذه الصلاة لكنهم لا يستطيعون، خانتهم الصحة، خانهم العمر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغتنم 5 قبل 5، اغتنم أي استغل الفرصة لأنها لا تدوم، لا تغتر بالصحة، لا تغتر بالعافية، لا تغتر بالفراغ، اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، شباب يستطيعون اليوم أن يقوموا 30 أو 40 ركعة، ولكنهم للأسف يفرطون، حتى إذا ما بلغوا من الكبر عتية وما عاد الظهر يتحمل القيام ولا عادت الأقدام تستطيع حمل الأجسام، إذا بهم يندمون ويتحسرون ويقولون: يا ليتنا نرد، يا ليتنا نستطيع أن نعود إلى مرحلة الشباب لنقوم، لكن الشباب لا يعود. قال أبو العتاهية: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. لذلك قال لك: استغل، اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك، أي لا تنتظر الشيخوخة، لأن الضعف لا يأتي فقط مع الشيخوخة، الشيخوخة مظنة الضعف، نعم، لكن قد يأتي الضعف وقد يأتي المرض قبل الشيخوخة. هنالك شباب في العشرينات أصيبوا بأمراض منعتهم من الصيام أو منعتهم من القيام أو منعتهم من أشياء كثيرة. لذلك قال لك: اغتنم شبابك قبل هرمك وحياتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك، هذه أشياء ينبغي، وحياتك قبل موتك، أشياء ينبغي أن تستغل، فرص لا يجوز أن تضيع. لذلك يقول له الله تعالى: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، إلا قليلا، أي استثناء، بمعنى أن هذه الليالي المباركات ينبغي أن تكون ليالي قيام، هو القيام هو الأصل، إلا قليلا، أي القليل هو الذي لا يكون فيه القيام. وهذا يتماشى مع قوله تعالى في سورة أخرى في شأن المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فهم مشغولون، مشغولون بالقيام، مشغولون بالصلاة، مشغولون بالدعاء، مشغولون بقراءة القرآن، وقليل من الليل ما يهجعون، أي يهجعون وينامون قليلا، أي جزءا يسيرا من الليل، خصوصا في الليالي الفاضلات. في سورة الذاريات أيضا تحدث الله تعالى عن المتقين:
إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أي لم ينالوا الأجر الأخروي مجانا. الجنة ليست مجانا، الجنة ليست للعاطلين، الجنة ليست للكسالى، إنما الجنة للعاملين. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. لذلك في سورة الذاريات حدد الله تعالى مواصفات لأهل الجنة فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم إلى آخر الآيات. لذلك يقول له: قم الليل إلا قليلا. ثم يفصل في أنواع القيام حتى لا يدع فرصة ولا مجالا لمن يتحدث عن وقت القيام. لاحظوا المهم في رمضان كم هو الوقت الذي تقضيه في مناجاة ربك، كم هو الوقت الذي تقضيه في الاستماع للقرآن الكريم في صلاة التراويح، هذا هو المهم. لذلك أنا أردت أن أوضح لكم اليوم أن العبرة في صلاة التراويح ليست بعدد الركعات كما سأوضح وكما يعتقد البعض، وإنما العبرة بالمقدار الزمني، أي بالوقت الذي تقضيه قائما بين يدي ربك، هذا هو المهم. لذلك القرآن لم يذكر عدد الركعات وإنما ذكر الوقت، فقال: قم الليل، أي كل الليل، إلا قليلا، أي لك أن تأخذ هنيها أو فرصة من الليل لتستريح، لتنام أو لتتصحر أو غير ذلك، إلا قليلا. ثم حدد فقال، ذكر ثلاثة أصناف، احذر أن تكون خارج هذه الأصناف الثلاثة، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، أي اشتغل بترتيل القرآن خلال هذا الحيز من الليل. نصفه، أي نصف الليل، لو أردنا أن نعد الليل اليوم لنحسب من العشاء فقط، لو أردنا أن نعد الليل يبدأ من المغرب لقول الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ونحن نتم الصيام إلى المغرب، أي الليل هو المغرب. لو حسبت من المغرب الآن، الساعة عندنا هنا في 7:30 تغرب الشمس، من 7:30 إلى طلوع الفجر مع الساعة الثالثة كم عندنا من ساعة؟ عندنا حوالي 7 ساعات ونصف، 7 ساعات ونصف. هذه 7 ساعات ونصف كم نصفها؟ نصفها حوالي 3 ساعات و45 دقيقة، نقول 3:30، 3 ساعات ونصف، هذا نصف الليل. ونحن الآن في أقصر ما يكون فيه الليل خلال السنة. لاحظوا القرآن الكريم قال، بمعنى يقول لك القيام يختلف على حسب الشتاء والصيف، ليل الشتاء طويل، لذلك القيام فيه أيضا يكون طويلا. كان العباد والمتقون من هذه الأمة كانوا يفرحون بالشتاء، بفصل الشتاء، تعرفون لماذا؟ لأن نهاره قصير فيشجع على كثرة الصيام، ولأن ليله طويل يشجعهم على كثرة القيام، لهذا كانوا يحبون فصل الشتاء، بينما الناس اليوم يحبون الشتاء لغرض آخر، لأن النهار قصير فالعمل فيه قليل، ولأن الليل طويل يشبعون فيه نوما ويشبعون فيه بتقلبهم. إذا كان المؤمنون تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فنحن على العكس من ذلك تماما، تتجافى جنوبنا عن القيام وتجد راحتها في النوم، بينما المؤمنون كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلذلك إذن نحن في أقصر ما يكون فيه الليل، ونصف الليل أعطانا 3 ساعات ونصف في مدينتنا هذه، طبعا الوضع يختلف بين الشمال والجنوب، لكن في مدينتنا هذه اليوم أعطانا 3 ساعات. في فصل الشتاء نصف الليل يمكن أن يكون 6 ساعات في ليل الشتاء، الله تعالى قال لك: قم نصف الليل، أو لك أن تنقص منه قليلا إذا كان إيمانك ضعيفا، إذا كان إيمانك ليس بتلك الدرجة لك أن تنقص منه قليلا، أي تصل إلى مرحلة الثلث، ثلث الليل، وثلث الليل أكثر من 2 ساعة في أقصر ليالي الصيف اليوم،
ثلث الليل، ثلث الليل حوالي ساعتين وربع أو ساعتين ونصف تقريبا، هذا حد أدنى. أما إذا كان إيمانك أقوى قال أو زد عليه، أي النصف أو انقص منه قليلا، أو زد أي انقص من النصف أو زد من النصف. النقص من النصف يصل الثلث، والزيادة على النصف تصل الثلثين، وهذا ما سيوضحه قوله تعالى في الصورة نفسها، في قوله تعالى إن ربك يعلم. لأن غادي يجي واحد يقول لك لا هذا خطاب للنبي، كاينك عارف كاين الفهيمية يفهموا في كلش، يقول لك لا هذا خطاب للنبي، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. لكن الآية الثانية الخطاب فيها ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال الله تعالى فيها إن ربك يعلم، هذا بشهادة الله. إذا لاحظوا قبل باش ما نزربوش، لأن بعض الشباب تكلم لهم على التراويح يقول لك حديث عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 8 ركعات. هذا الحديث موجود جاهز عند الكسالى، هو حديث صحيح وغادي نجيوله إن شاء الله، حديث صحيح، لكن لما تجي تتكلم على القيام يجيبوه لك مباشرة ما زاد على 8 ركعات. صافي بغاه هو يصلي 8 ديال الركعات، كنديروا 8 ديال الدخان في الركعة، 8 في 8 شحال عطاتك؟ 36 دقيقة. الله يجعل البركة، كمل التراويح هو وكمل قيام الليل، أما نصفه أو انقص منه أو زيد عليه لا، هذا الشيء كله ما يعرفلوش، هو يعرف فقط 8 ديال الركعات بالصلاة ديالنا اليوم اللي كنديروا 7 ديال الدقيقة أو 8 في التسليمة، بمعنى أنه يتكلم على 8 ديال، ماشي عادي 8 ديال، نعم ما زاد على 8 ركعات يعني 4 ديال التسليمات، 4 ديال التسليمات، والتسليمة فيها 8 ديال الدقائق، يعني 32 دقيقة. للأسف هكذا راهم يتكلموا الناس، 32 دقيقة، 32 دقيقة. احسب لي الله يجازيك بخير وقول لي شحال تعطيك في الليل. بغينا نتعاملوا بالقرآن، ياك أنت جبت لي حديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا نقول لك هذا الحديث بغينا نفهموه في ضوء القرآن الكريم. جيب لي 32 دقيقة اللي كنصلوا فيها اليوم 4 ديال التسليمات، وطبقها لي على نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، يلا شحال غادي يجيك فيها؟ 32 دقيقة الآن كم تساوي؟ تساوي بالنسبة لسبع سوايع ديال الليل وأقصر مدة الليل الآن، لا تساوي شيئا. لذلك ما نغلطوش الناس، لا نغلط الناس، إذا كنا كسالى وبغينا نعسو نشبعوا نعاس وما نضيعوش السنة، نعسو لكن ما نضيعوش الناس السنة، ما نتيهوش الناس ونقول لهم لا ما تزيدش على 8 ديال الركعات. راك عارف الناس الان يجي يقول لهم لا عندكم راه التراويح الناس راه دير فيها البدعه. شنو هي البدعه؟ لا راك يزيدوا على 8 ديال الركعات، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات. لذلك شوف القران الكريم يحدد المسائل بدقه وبتفصيل، فيقول ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل، ثلثي يعني حوالي ثلثين ديال الليل، ثلثي الليل ونصفه وثلثه، أي حوالي الثلثين أو حوالي النصف أو حوالي الثلث. لكن شنو الدليل على أنها مش خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وطائفة من الذين معك، وطائفة من الذين معك، كن من هذه الطائفة، كن من هذه، وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، أي التجار، يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، كان حتى المجاهدين وكذا، فاقرأوا ما تيسر منه، المهم أن تقرأ ما تيسر. لكن هذا ما تيسر الله يجزيكم بخير ما نفهموهاش ذاك الفهم العوج، ما تيسر ما معنى ما بحال التلفزيون لما يجيو يبداو يقولوا زمان نفتتح، اما اليوم تقريبا افتتاح ولا اختتام، يقول لك نفتتح بما تيسر من ذكر الحكيم. ما معنى ما تيسر؟ ما تيسر ماشي معناها الحد الادنى 3 الايات ولا 10 ولا، ما تيسر بمعنى ما في طاقتك ما تستطيعه، هذه بحال قول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. فلما تقول ما تيسر كيقول الشعراوي الله يرحمه قل لك لو ادخلناك الى بنك مؤسسه بنكيه وقلنا لك يا فلان خذ من المال ما تيسر لك، شحال تاخذ؟ تاخذ 20,000 مليون جوج 10، خذ ما تيسر لك، يقول كاين هكذا يا فلان خذ من المال ما تيسر لك او خذ من المال ما تستطيع. هنا لا شك الاستطاعه والتيسير او اليسر غادي تفهمه بفهم اخر، ما تيسر غادي تجمع ما تستطيع اي تبذل كل طاقتك، هذا معنى فاقرأوا ما تيسر، فاقرأوا ما تيسر منه أي ما يمكنك
وما يسمح به وقتك. نعم، لأن الله تعالى قال لك نحن عارفين، قال لك إن ربك يعلم أنك علم أن سيكون منكم مرضى. راه كاين اللي مريض ما قدش يقرا بزاف وما قدش يقوم بزاف، كاين المسافر، كاين المجاهد، كاين. نعم، لكن قل لك فاقرأوا ما تيسر، أي على حسب ظروفك وعلى حسب أحوالك وعلى حسب إيمانك، فاقرأ من هذا القرآن ما استطعت وما تيسر لك. إذن قال له وطائفة من الذين معك، فشهد الله تعالى أن طائفة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يقومون بقيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقومون معه نصف الليل، وكانوا يقومون معه ثلث الليل، وكانوا يقومون معه ثلثي الليل، ولا يجدون في ذلك أدنى حرج. في حديث حذيفة، حذيفة رضي الله عنه، هذا صحابي جليل، قال لك يوما، قال لك أردت يوما أن أقوم بقيام النبي صلى الله عليه وسلم، قال قلت مرة نقوم الليل ونجتهد ونحاول نكون بحال النبي صلى الله عليه وسلم، أقوم معه الليل. قال فافتتح البقرة، بدا مباشرة بالبقرة، قال فقلت يركع عند المئة، يركع عند المئة، لأنه هو عدد الآيات في الركعة ماشي محدد، الشرع ما حددناش عدد الآيات، قرأ 10 الآيات ولا 20، صلي بالثمون بالربوع بالنصف بالحزب، قيام الليل مفتوح والحمد لله. الأحناف، بعض الحنفية عندهم يتكلموا يقول لك يستحب أن يقرأ بعشر آيات في الركعة، وضربوا لها الحساب هما، قال لك 10 الآيات في الركعة، عندك 20 ركعة في الليلة، 20 ركعة بعشرة هي شحال هذيك؟ أيوة، ضربها في 30 اللي هي عدد الأيام ديال رمضان، شحال تعطيك؟ 6000، 6000 ماشي 600، 6000. قال لك هذاك تقريبا عدد آيات القرآن، القرآن فيه شي 6000 وشي حاجة ديال الآيات القرآنية، فإذا قرأت معدل 10 حتى 11 الآية في الركعة خلال 30 يوم غادي تكون ختمت. وإن كان هما قالوا هذا بالنسبة للإنسان العادي اللي يختم القرآن مرة واحدة في الشهر، وإلا فمنهم من استحب أن يختم القرآن في رمضان كل 10 أيام. بعض الفقهاء، الفقهاء احنا نتكلم عن الفقهاء ماشي عن الكسالى، الكسالى حاجة أخرى، الكسالى الآن راه بعض الدول الإسلامية، خصكم تعرفوا هذه، بعض الدول الإسلامية اليوم لأنهم زهدوا في حفظ القرآن الكريم وزهدوا في قيام الليل وألفوا النوم والراحة والدعاء والخمول في رمضان، يقومون رمضان كله بخمسة أحزاب أو 10 أحزاب. الآن للأسف كاين دول إسلامية اليوم تقوم رمضان كله بخمسة الأحزاب ولا 6، بينما الفقهاء يقولون من الفقهاء من استحب أن يختم القرآن في صلاة التراويح 3 مرات، يعني العشر أيام الأولى تكون ختمت، بمعنى اليوم المفروض مثلا نكون رحنا في قال ألم أقول لك في سورة الكهف، والعشر أيام الثانية يختمه مرة، والعشر أيام الثالثة يختمه مرة، وربما هكذا كان الناس يجتهدون. نحن الآن صرنا نجتهد في تبرير الكسل، في تبرير النوم، باش نبروا النوم نبقاو نجيبوا لا السنة لا جاء الحديث لا كذا لا كذا، وهو خطأ في فهمنا للسنة، خطأ. فلذلك إذن يقرأ، قال حذيفة رضي الله عنه، قال فقمت بقيام النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يركع عند المئة، أي 100 ركعة حوالي حزب، قال فلم يقف، لم يركع، فتابع القراءة، قال فقلت يركع، قال فقلت في نفسي ربما يكمل الصورة، يعني واش يمكن يكمل الصورة، البقرة كاملة في ركعة، يعني غريبة جدا، البقرة كاملة في ركعة، هذا قلت في نفسي ربما ممكن. قال فاستمر في القراءة فختم البقرة، قال فقلت يركع، يعني ما فيها نقاش، كمل البقرة صافي، 5 حزاب الله يجعل البركة. قال فافتتح النساء فانطلق، فقلت يكملها فأكمل النساء، قال فافتتح آل عمران، هذا الحديث فيه هكذا، فيه النساء قبل آل عمران، قال كمل النساء وكمل آل عمران 10 الأحزاب، 10 حزاب ونصف فيها، لأن النصف كان حرمت عليكم اللي قرنا البارح، 10 ديال الأحزاب ونصف قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة، وقرأها معه سيدنا حذيفة رضي الله عنه، وماشي قراءة عادية، ما تصوروش قراءة عادية. قال حذيفة كلما مر بآية استغفار استغفر، وكلما مر بآية دعاء دعا، وكلما مر بآية كذا وكذا وكذا وكذا، وماشي هكا فقط، قال وكلما ركع أو وعندما يركع يسبح الله نحوا من قيامه. ها لما يركع قال لك في التسبيح سبحان ربي العظيم يسبح نحوا من قيامه، وإذا رفع سمع الله لمن حمده أطال القيام، وإذا سجد أيضا سبح ودعا نحوا من ركوعه، بمعنى قريب من الوقت ديال
سيدي إذا كانت هذه الركعتين تصل لهن نص ركعة يمكن راه كافيك على الحساب. ها ركعتين بحال هذا الشكل راه تستغرق لك على الأقل واحد 6 سوايع ولا 8. أعتقد أن هذا الحديث ديال حذيفة ما كانش في الصيف، لأن وقت الصيف ربما الليل كله ما يتسعلوش، لذلك قلت لكم كانوا يحبون الشتاء، فربما كان في ليل الشتاء اللي هو طويل فيه 12 ساعة، فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بحال هذا الشكل الله يجعل البركة. لاحظتوا الغلط الآن اللي يجيبوه بعض الناس عندما يتحدثون عن حديث عائشة. حديث عائشة رضي الله عنها شنو فيه؟ حديث عائشة تروي ما شاهدته. وعائشة رضي الله عنها هل شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من لياليه؟ هل كانت تتابعه في المسجد كيف كم كان يصلي؟ هي داكش اللي حكت لنا داكش اللي شافت. ماذا قالت عائشة؟ قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 8 ركعات. قالت داكش اللي شفته أنا شفته كيصلي 8 ديال الركعات. هذه كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، هذه كما الا بغينا نقولوا هذه ديك الديسير ديال 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 التراويح، هذه كان لما يكمل الصلاه ديالو والقيام ويدخل للدار باش ينعس يصلي 8 ديال. هذا ما شاهدته عائشه رضي الله عنها، قالت انا اللي شفته كان يصلي 8 ركعات، لكن زيد كمل الحديث، قالت لا تسال عن طولهن وحسنهن. ثمانيه ديال الركعات، وقالت لك ما تسولش يعني كاع ما تفتش فيهم، لا تسال عن طولهن وحسنهن، اي كان يطيل القراءة والقيام، وقد شهد له أصحابه بذلك لما قالوا يا رسول الله يعني كان يسجد ويصلي حتى تورمت قدماه، ولكن كان يلقى راحته وخرج ليه ينتفخوا، ولكن الروح مستمتعة بالقيام لأنه يناجي ربه. فسئل في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن هي كانت 8 ديال الركعات وكان معها الشفع والوتر، بمعنى 11 ديال الركعات. نفترضوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت 11 ديال الركعة، مع أن هنالك أحاديث أخرى تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من 11 ركعة. كاين حديث، كاين أحاديث ديال ابن عباس وديال صحابة كثر رووا أحاديث أخرى، وما بين ما كاينش تناقض في الأحاديث. لا، عائشة حكت لنا داكشي اللي شفت، قالت أنا شفته صلى 8 ديال الركعات في القيام، لكن غيره شاف النبي صلى الله عليه وسلم صلى عددا من الركعات الآخر، وفي نهاية المطاف صليت 8 ولا 10 ولا 20، كاين شي حد أقصى للقيام؟ ليس هنالك حد أقصى، يمكن أن تصلي ما تشاء. ولذلك ما الذي وقع؟ كانت 8 ولا 10 في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، في وقت أبي بكر الصديق بقى الأمر على ذلك، في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا فعل؟ جمع الصحابة حول إمام واحد، قال لهم بدل ما تبقوا تصليوا فرادى كل واحد يصلي بوحده، ولا كل 3 ولا 4 يصليوا بوحدهم، جمعهم على إمام واحد. ومن ديك الوقت دار جوج ديال الأئمة يتعاونوا، كان سيدنا تميم الداري، عقلوا على هادو الصحابة اللي كانوا فوق أئمة بالصحابة، كان سيدنا تميم الداري وسيدنا أبي بن كعب، هادو زوج من شباب الصحابة رضي الله عنهم. كان عمر رضي الله عنه قد كلفهما بصلاة التراويح بالناس. صلاة التراويح ماشي عمر اللي اخترعها كما يعتقد الشيعة، وإنما عمر رضي الله عنه أعاد جمع الناس على صلاة التراويح كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعهم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصاروا يصلون بإمام واحد، هو سيدنا أبي بن كعب وسيدنا تميم الداري رضي الله عنه. وأمرهما، قال لهم الله يخليكم تصلوا بالناس، في الأول كانوا يصلوا 11 ركعة، لاحظ أن الناس ما بقاوش قادين للقيام الطويل باش يبقاو واقفين مثلا ساعتين في الليل ولا 3 سوايع ولا 4 سوايع، ما بقاش ديك لك عارف الايمان هو غادي هو يضعف بشويه، فكان الناس صاروا يصعبوا يشعرون بالضعف في صلاه التراويح. فاقترح، لان المساله ماشي قضيه يعني محدده بالقران 20 ركعه 60 40 70، لا. فعمر رضي الله عنه قال لهم الان ضعف ايمان الناس باش يبقوا يستمروا في نفس المستوى اللي كانوا عليه، نكثروا عدد الركعات ونقللوا شويه من القراءه، صاف، بمعنى بدل ما نقراو حزبين عاد نركعوا ولا 3، نقراو 4 ولا نص حزب ولا كذا ونركعوا، ولكن نكثروا عدد الركعات باش نحتفظوا على المستوى ديال القيام اللي هو ساعتين او 3 ساعات في الليل ديال رمضان. فاقترح 20 ركعة، ها دار 20 ركعة، فكان يقوم الناس في ذلك الوقت 20 ركعة، وزيدوا لها الشفع والوتر هي 23. هي الحمد لله راح نديروا حنايا الان، وحتى في مكة المكرمة هي اللي يديروها، وحتى في المدينة المنورة هي اللي يديروا 20 ركعة، وفي جميع تقريبا شوف راه جميع المذاهب إلا المشاغبين، إلا الناس اللي بغاو يديروا الشغب على الأمة وبغاو ينعسوا ويبروا النعاس
فيجي ويقول لك لا لا 8 وكذا. واش كاع الامه الحنفيه والشافعيه والمالكيه والحنابله كلهم ما فهموش حديث عائشه ولا رفضوه؟ ابدا، حتى واحد ما رفض حديث عائشه، كلهم قالوا هذا ما شاهدته عائشه رضي الله عنها، شافت النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ديال الركعات، لكن غيرها شاهده صلى اكثر من 8 ديال الركعات، والحمد لله ما عندنا حتى شي مشكل، عادي جدا. ولذلك السنة أن تصلى 20 ركعة، وهي سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال لك في الإمام مالك رحمه الله عنده رأي آخر، بغيتوا تعرفوا رأي الإمام مالك؟ ياك حنا مالكية. الإمام مالك ماشي كان ينقص، كان يزيد. قال لك السنة عنده هو 36 ركعة، في بعض الأقوال هو عنده 20 ركعة كما هي المذاهب الأخرى، لكن مالك رحمه الله يقول لك أدركت أهل المدينة يصلون 36 ركعة. يعني هادو كانوا يديروا البدعة ولا ما كانوش عارفين السنة؟ هادو الفقهاء ديال المدينة، هادو أبناء الصحابة اللي شافهم سيدنا الإمام مالك رحمه الله. قال لك الإمام مالك شفتهم في المدينة يصلون 36 ركعة في التراويح. قال قالوا لهم علاش أنتم ما تصلوا 36 ركعة؟ قالوا لهم لأن أهل مكة يصلون 20 ركعة. شوف الغيرة، كانوا يتغيروا في الإيمان وفي الرفع من مستوى الايمان، حنا نتغيروا في الخفض من المستوى، حنا إذا قال له واحد الخطيب راه يدير 30 دقيقة، قول لا لا كاين واحد يديري 20، لا 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 كاين فلان يديري 15 دقيقة، كاين واحد الخطيب راه اكتشفناه راه يلاه يدير 10 دقائق في الخطبة، والناس يسارعون، وهكذا حتى في التراويح للأسف. بعض الناس للأسف راهم يسولوا شكون هو الفقيه اللي يفوت التراويح في أقل وقت ممكن، واحد يدير مثلا ساعة، لا كاين اللي يدير 50، كاين اللي يدير 45، لا راه كاين واحد يدير 30 دقيقة. كاين واحد في شي فيلاج راه يدير 15 دقيقة أنت كملت التراويح. شوف للأسف نتنافس في الدون بينما هؤلاء كانوا يتنافسون في الأعلى. شنو قال الإمام مالك رحمه الله؟ قال لك أهل المدينة كانوا يتنافسوا مع أهل مكة، لقاوهم شمتينهم بواحد القضية، شنو هي باش شمتوهم؟ أهل مكة قال لك كانوا يصلون التراويح يديروا 4 ديال الركعات ولا 8 وينوضوا يديروا واحد الطواف حول الكعبة ويعاودوا يكملوا، ولا يكملوا التراويح ويديروا واحد الطواف. أهل المدينة مساكن ما يمكن لهمش يديروا الطواف لأن الطواف فقط في مكة، فقالوا شنو نديروا؟ أرانا نديروا تعويض، هما يديروا طواف حنا نعوضوا بهذه الركعات مقدار ما يكونون قد طافوا فيه، لأن الغرض هو ذكر الله تعالى وقراءة القرآن والدعاء والاستغفار، فديك الوقت اللي هما يقضيوها في الطواف حول البيت ديك ال 20 دقيقة تقريبا ديال الطواف ولا حنا نديروها في زيادة ركعات أخرى، فكانوا يزيدون 16 ركعة على أهل مكة. أهل مكة كانوا يصلوا 20 ركعة وأهل المدينة كانوا يصلوا 36، 16 ركعة زيادة أي حوالي تقريبا ساعة أو ما يقرب منها زيادة في القيام على أهل مكة، لأنهم فاتوهم وفاقوهم بالأجر أجر الطواف فهم يقضونه في هكذا. كانوا هذا الصحابة، هذو التابعون، هذو أتباع التابعين، وهكذا الإمام مالك رحمه الله. ولذلك إذن أيها الإخوة، بدل أن نعيش على هذه النقاشات هل هي 8 ركعات أو 10 ركعات أو 20 ركعة، بعض الفقهاء شنو قال؟ قال لك لا 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 عد فيها. أنا بحثت اليوم في هذا الموضوع، قال لك يعني عدد ركعات التراويح، بعض الفقهاء قال لا عد فيها، كاع ما تحسبش، صافي ما تحسبش، قوم الليل مع راسك وراك تما، راك تما حتى تشعر حتى تشعر بالتعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المسجد فوجد حبلا ممدودا من السقف، شي حبل شنو دابا يشنق روحه ولا شي حبل ممدود من السقف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ شنو هذا؟ قالوا يا رسول الله انها زينب، شوف هذه امراه، شوف اجتهاد النساء، امراه، قالوا له انها زينب، قالوا راه دارت ذاك الحبل وتقوم الليل لما تحس بالتعب ولا تربط روحها باش ما تطيحش من النعاس وتبقى تصلي. ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بزاف، ليصلي احدكم نشاطه فإذا نعس فليرقد، صافي صلي ما حدك تحس بالراحة وتحس بالطمأنينة، لما تحس بالتعب صافي روح. حتى حنا نقول الآن في التراويح عندنا 20 ركعة اللي كنصليوها في المسجد، 10 باش ما يحسب لكمش راح نديروا التهجد في آخر الليل، راح حنا يلاه كنكملوا التراويح، لأن البعض راه يحسب له راه حنا كملنا التراويح في الليل وراه داك الشيء زيادة، لا راك يلاه إلا درت 10 في الليل و10 قبل الصباح يلاه كملت 20 ركعة ديال التراويح، الزيادة مازال ما كايناش، التهجد مازال ما محسوبش في الحقيقة. ولذلك لما تصلي 10 ديال الركعات في البيت، ما الذي يمنعك الدخول الدار ديالك وزيد 10 اخرى؟ زيد 20 اذا كنت نشيطا للعباده، كي قال له البوصير رحمه الله نشطت للعباده الاعضاء، اذا نشطت اعضاؤك للعباده اتكل على الله تعالى وصلي 10 ركعات اخرى ولا 20 ولا 30، ما تحسبش. تريد ان يوفق الله اجرك بغير حساب؟ فاعبد الله ايضا بغير حساب، وهكذا.
فلذلك إذن بدل أن نحاول النقص من عدد الركعات لنحاول أن نزيد. العشر المستقرة في المذهب عندنا نحافظ عليها داخل المسجد، عشرة في الليل وعشرة قبل الفجر باش نكملوا 20 ركعة، اللي هي سنة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة. وإذا استطعت أن تزيد في بيتك فلك أن تزيد بحسب مستطاعك. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل منا الصلاة والقيام، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الإخوة الكرام، هنا واحد التنبيه، الله يجازيكم بخير. بعض الآداب فقط المتعلقة بالمسجد دائما كنركزوا عليها، هي جوج دقيقة إن شاء الله. بعض الأدب ديال المسجد، الله يجازيكم بخير، بالنسبة للمحافظة على نظافة المسجد، هذه راه مطلب شرعي ديال الجميع. الله تعالى قال لسيدنا إبراهيم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فنساهم جميعا، كاين المنظف نعم، ولكن احنا جميعا خصنا نساهموا. اللي يلقى شي حاجة مثلا في المسجد ماشي هي هذيك يخرجها ولا كذا، وعلى الأقل اللي ما قداش ينظف على الاقل، لان بعض الاحيان تلقى العظم ديال التمر مثلا، في بعض الاحيان قال لي السنه الماضيه قالوا لي باللي واحد يعني يمسح ربما التمر في الفراش ديال المسجد او كذا. هذه ربما هي سلوكات واحد القله قليله جدا، وربما نتيجه الجهل وصافي ما عارفينش. ولكن احنا ان شاء الله نشيعوا هذه الثقافه ديال نظافه المسجد. ايضا قضيه الاطفال، الله يجازيكم بخير، في صلاه التراويح وحتى في غير صلاه التراويح مزيان نجيبوا معنا وليداتنا للمسجد، لكن نضبطهم الله يجازيكم بخير. بعض الاباء يجيبوا وليدتهم للمسجد لكن بدل ما يديروا في جنبه باش يصلي معاه يخليه يخرج برا ربما يلعب، معليش يلعب الكره ولا، ولكن باش يزعج الجيران ويخليهم حتى الوحده ديال الليل والناس فايقين، ما يخليو الناس بلا نعاس، جميع الضروبات تقريبا تلقى فيها الكره وهذه الاشياء، لهذا لا يتناسب. الناس يبغوا ينعسوا واحد السويعه ولا في الليل ديال الصيف الان. فلذلك الله يجازيكم بخير، الاطفال نعلمهم احترام الجيران، نعلمهم ضبط يعني احترام المسجد ومكانة المسجد. بعض الأطفال البارح لقوهم ناعسين في المكان ديال النساء، هذا المكان اللي راه الله يجازيكم بخير، هذا مكان مخصص للنساء، نحتفظوا على الطهارة ديالو ماشي ديال النعاس. لقوا البارح بعض الأطفال تما، فتحوا الباب ديال النساء الداخل لتحت ودخلوا تما ولقوهم ناعسين. لا، المسجد ماشي ديال النوم، الله يجازيكم بخير، نعود الأطفال ديالنا اللي بغى ينعس يمشي للبيت ديالو ويستارح وينعس مع راسه. المسجد كما رأينا أول أمس النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن هذه المساجد لم تبنى لشيء من هذا، ما تبنتش للنعاس ولا الغيبة والنميمة ولا الرفع الأصوات، وإنما بنيت من أجل ذكر الله. أما النوم فيمشي الإنسان للبيت ديالو إن شاء الله وينام، باش نحافظوا على المسجد إن شاء الله على الحرمة ديالو. وتنبيه أخير بالنسبة للأخوات، وربما نعاودوا إن شاء الله في الليل، الله يجازيكم بخير، هذا المكان ديال التحت مخصص للعجائز، لان قال لك باللي راه ما كفاهمش لتحت. لا، التحت ماشي للنساء جميعا، لان الفوق هو ديال النساء، الفوق الان كيبقى خاوي ديال النساء، لكن هذا الحيز ديال التحت كيعمروه دوك اللي جاوا للوالا. الله يجازيكم بخير، نفهموا الاخوات ان هذا الحيز ديال التحت راه مخصص للعجائز اللي ما يقدوش يطلعوا. لما يعمر الفوق وما يبقاش فيه مكان، ديك الساعة إلا هبطنا لتحت ماشي مشكل. إذا هو عمر الفوق إن شاء الله وعاود لتحت حتى هو عمر، ديك الساعة إن شاء الله يمكن نمددوا إن شاء الله الحيز المخصص للنساء. هي باش تكون المسألة إن شاء الله تنظيمية، الله يجازيكم بخير، فنخليو الشيبانيات إن شاء الله هما اللي يصلوا لتحت، واللي قادين يطلعوا إن شاء الله يطلعوا للفوق. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.